عام 1996 أسست حزب إنصاف جاستس. ما هو الإنصاف الذي كنت وما زلت تسعى إليه؟ A society is only civilized when it has rule of law. يصبح المجتمع متحضرا عندما يسوده القانون. مرة أخرى، في دولة المدينة التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان المبدأان الأساسيان حكم القانون، العدالة والإنصاف، والثاني كان دولة الرفع. لدينا هذه النخبة الحاكمة الفاسدة، إذا لم تخضعهم لحكم القانون ضاع مستقبل البلد. فعندما يبدأ رئيس الوزراء والوزراء يسرقون من بلدهم، فإن البلد لن يتحمل. في لبنان الآن على سبيل المثال، بيروت كانت تعد باريس الشرق الأوسط، لكن بسبب فساد النخبة الحاكمة أصبحت دولة فاشلة. لهذا كانت معركتي في باكستان ضد النخبة الحاكمة الفاسدة التي كانت تدمر وتفقر بلدنا وتقودنا إلى الاستدانة.